خلاص يا عم هيثم. أهلا بحضراتكم من جديد. منذ قليل توفي الفنان القدير عزت العليلي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عام. الحقيقة أنه الفنان القدير عزت العليلي ولد في 15 سبتمبر سنة 1934، وهو صاحب مسيرة فنية طويلة جدا بدأت منذ ستينات القرن الماضي، وبالتأكيد زي جميع الفنانين وفي جميع المجالات بدأ الفنان عزت العليلي بأدوار صغيرة وصولا لأدوار البطولة، وقدم رصيد كبير جدا من الأعمال الفنية بلغ نحو 200 عمل فني تنوعت ما بين السينما والدراما والمسرح، ليسجل الفنان عزت العليلي في تاريخه الفني ملفا جديرا بالاحترام. كمان تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، واللي يمكن بتعتبر أحد أهم أدواره كان فيلم الأرض سنة 1970، والفيلم بالتأكيد من إخراج القدير يوسف شاهين، وكان كمان أيضا من أبرز أعمال الفنان عزت العليلي الطريق إلى إيلات وأهل القمة والمنصورية والتوت والنبوت وغيرها بالتأكيد من الأعمال الفنية الكبيرة جدا اللي نالت إعجاب واحترام الكثير في الوسط الفني وفي العالم العربي بل في العالم أجمع. في المسرح شارك في عدة مسرحيات كان من أهمها أهلا يا بكوات وثورة قرية. وخليني بس أقول لحضراتكم أنه الجدير بالذكر أنه في استفتاء النقاد سنة 1996 تم اختيار 10 أفلام للفنان عزت العليلي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، هنستعرضها مع حضراتكم في هذه التغطية. وخلونا نبتدي من فيلم بين القصرين. الحين فيلم بين القصرين كان سنة 1962، شارك الفنان عزت العليلي بفيلم بين القصرين للمخرج حسن الإمام عن ثلاثية نجيب محفوظ، سيناريو وحوار يوسف جوهر وبطولة يحيى شاهين وعبد المنعم رياض وصلاح قبيل. وفي هذا الفيلم جسد الفنان عزت العليلي دور طالب جامعي كان صديق فهمي نجل السيد أحمد عبد الجواد. نروح لفيلم أنديل أم هاشم، والفيلم كان عن رواية يحيى حقي، شارك عزت العليلي في فيلم أنديل أم هاشم سنة 1968 إخراج كمال عطية وسيناريو وحوار يوسف صبري موسى بطولة سميرة أحمد وشكري سرحان، وأيضا جسد العليلي شخصية الدرويش الضرير. نروح للفيلم الشهير والعظيم جدا في تاريخ السينما المصرية، فيلم الأرض اللي كان سنة 1970، وشارك عزت العليلي في فيلم الأرض وجسد شخصية عبد الهادي. الفيلم كان من إخراج يوسف شاهين، أيضا قصة عبد الرحمن الشرقاوي، سيناريو وحوار حسن فؤاد، وبطولة طبعا الفنان القدير محمود المليجي ونجوى إبراهيم وصلاح السعداني ويحيى شاهين وحمدي أحمد، طبعا نخبة كبيرة جدا من الفنانين. نروح لفيلم الاختيار، واللي تعاون عزت العليلي من جديد مع المخرج يوسف شاهين سنة 1971 في فيلم الاختيار، اللي بيصنف يعني في إطار التشويق والإثارة مع سندريلا طبعا سعاد حسني ويوسف وهبي وهدى سلطان ومحمود المليجي وللأديب العالمي نجيب محفوظ. نروح لفيلم زائر الفجر، والفيلم كان سنة 1973، شارك عزت العليلي بفيلم زائر الفجر من تأليف وإخراج ممدوح شكري وبطولة مجد الخطيب، يوسف شعبان، مديحة كامل وأيضا شكري سرحان. نروح لفيلم على من نطلق الرصاص. على من نطلق الرصاص قدمه الفنان الراحل عزت العليلي سنة 1975 للمخرج كمال الشيخ، سيناريو وحوار رأفت الميهي وبطولة سعاد حسني، محمود ياسين، مجدي وهبة وجميل راتب. كان من ضمن أيضا الأفلام اللي جاءت في هذا الاستفتاء، استفتاء أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، فيلم السقة
مات. الفيلم كان عن قصة الأديب يوسف السباعي، قدم عزة العليلي فيلم السقا مات عام 1977 وجسد شخصية شوشة السقا، إخراج صلاح أبو سيف وسيناريو وحوار عبد الفتاح مدبولي، بطولة فريد شوقي وشيكارو. وكمان حصل الفيلم على جائزة جمال عبد الناصر للقيم العائلية سنة 1978. نروح لفيلم اسكندرية ليه. فيلم اسكندرية ليه قدمه الفنان عزة العليلي، قدم فيه شخصية مرسي ضمن أحداث هذا الفيلم. فيلم اسكندرية ليه سنة 1979، واللي كان بيتناول أوضاع الإسكندرية خلال فترة الحرب العالمية الثانية. الفيلم أيضا من إخراج يوسف شاهين وسيناريو وحوار محسن زايد، بطولة فريد شوقي، نجلاء فتحي، أحمد زكي، محسن محي الدين. نروح لفيلم أهل القمة. فيلم أهل القمة كان سنة 1981، قدم عزة العليلي فيلم أهل القمة من إخراج علي بدرخان، عن قصة نجيب محفوظ وسيناريو وحوار مصطفى محرم، بطولة سعاد حسني، نور الشريف، عمر الحريري. وأخيرا فيلم الطوق والأسورة عن رواية يحيى الطاهر عبد الله، قدم عزة العليلي فيلم الطوق والأسورة سنة 1986، الفيلم من إخراج خيري بشارة وبطولة شريهان، فردوس عبد الحميد، محمد منير، أحمد عبد العزيز، وعبد الله محمود. بكده نكون وصلنا لنهاية التغطية، ويعني كان حديث عن أبرز الأعمال التي قدمها الفنان الراحل القدير عزة العليلي، واللي جاءت كمان أيضا من ضمن استفتاء أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. طبعا يعني ربنا يرحم الفنان الراحل عزة العليلي ويلهم أهله وزوي الصبر والسلوان، وبالتأكيد عزائنا موصول للوسط الفني والمصر بل وللعالم العربي أجمع. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وسنوفيكم بكل جديد على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.